بنت الشلاطة وشوك. أوف، أنا تقدمني أسهل مهنة. يا لهوي، في ايه؟ جاي لي مين دول يا بت؟ في ايه يا باشا؟ ليك في حالك يا ست انت؟ يا خلي كل دول؟ في ايه يا باشا؟ كفالة الشر. قوم معانا. في ايه؟ قوم معانا. تعال قوم معانا. قوم معانا. تعال. في ايه؟ ايه يا باشا؟ هي البيوت مش ليها حرم ولا ايه؟ اخرس يالا. في ايه؟ في ايه يا سعادة الباشا كفالة الشر؟ اسأل المحروس ابنك. اسأل انت. في ايه؟ عليا انا يالا. فين المسروقات؟ مسروقات ايه؟ هي مصيبة والسلام. مين اللي جاب لك الساعة دي؟ مفيش. انت مين اللي جابها لك؟ مفيش. مين اللي جاب لك الساعة دي؟ ابني. فتشوا الشقة حتة حتة، اقلبوا عليها وطيها، أكيد المسروقات هنا، الملعون ده دافعنا. الكلام ده ما يصحش يا سعادة الباشا. فتشوا. هنا الشنطة دي يا فندم. الله، أمال بقى الحاجات دي تبقى إيه؟ معرفش، أكيد الحاجات دي أنتوا جبتوها. أنتوا عايزين تلبسونه قضية والسلام يعني ولا مش فاهم أنا؟ دي مش بتاعتي والله. هتوه حصلوني على البوكس. يا باشا سيب الساعة للوقت. هتوه متعيطش يا بعكوب، متعيطش. جابر منك لله يا جابر يا ابني، دايما كده مبهدلنا ومجرسنا. ركبوا البوكس يلا بسرعة. يا جابر في ايه؟ امي واخواتي يا حنفي، امي واخواتي. متقلقش عليهم في رقبتي. تركب معاه ولا تذاكر على الله دلوقتي؟ ركبوه يلا اركب بسرعه. متقلقش يا جابر. اطلع يا ابني. واقف عندك بتعملي ايه؟ خشي جوه كفيانه فضايح وجرس. خشي منك لله يا جابر، منك لله يا جابر. انت صباح واقف عندك بتعملي ايه يا بت؟ انضري غوري من هنا. وحكايه الرجاله كل يوم بوليس ومباحث، انا الاوان بقى الحته تنضف منه، بلا جرس بلا مشاكل كل ساعه والتانيه. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا معلم؟ تقصد ايه؟ اقصد ان انا كبير المنطقه يا حنفي، وما يرضنيش اللي بيحصل فيها كل ساعه والتانيه ده. ذمتك ده كلام يخرج من كبير يا كبير؟ يا راجل حرام عليك، ده جابر لسه الحكومه واخداه دلوقتي، سايب امه واخواته محتاجين سند ليهم مش اللي يلسن عليهم. ما تلبس سندات يا حنفي بتاع المرجيح انت يا ياض. الله، ما تنساش نفسك، اعرف انت بتتكلم مع مين. ده المعلم عطوه. ها المعلم عطوه. سيبه يا شلاطه، ما انت عارف انه صاحب جابر اللي جايب لنا الفضايح. عموما انا غلطان اني بعمل اعتبار لواحد زيك انت، عمره ما هيقول كلمه حق. بس انا بقى اللي هنضف الحته دي من الوغش اللي زيك وزيه، واتطرقت انا من غير سلام. يلا بينا. يلا راجل واطي. بقول لك يا حنف، الراجل ده شكله مرقد على حاجه على فكره. بص يا هيما، اذا كان جابر اتقبض عليه احنا هنا موجودين مكانه وحنسد. جابر ده عشرة العمر كله ولا ايه؟ الله ينور عليك يا حنفي، هو ده الكلام الصح. مش اللي عامل نفسه كبير وهو مفيش اوطى منه. مش جعانه ولا ايه؟ ولا شكلنا كده مش قد المقام يا نجمه؟ ليه الكلام ده بس يا عفيفي؟ فيفي مفيش يا انكل يا ابيه يا حتى يا جوز مامي. اوعي، ما لعبش عليكي. العيب على اللي سايبها داخله شاربه واكله خارجه قايمه وكله ببلاش. بلوشي. انا اللي شاربه واكله نايمه بلوشي؟
يا اخي ده اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. اتكسف على دمك. ما بتكسفش يا اختي. شفت يا سميره؟ شايفه بنتك بتعاملني ازاي؟ دي لو ماسكه عليا صور هتعاملني معامله انضف من دي. وبعدين يا اختي مش عفيفي اللي اتقال الكلام ده. لو حسيني حبيبتي انها تقيله عليكم انا اخد حاجتي وامشي. يا ندامه ودي تيجي ده بيتك ومطرحك. وبعدين هي غرام تقصد يعني؟ دي ما تقصدش. يا سميره يا سميره عقلي بنتك. وبعدين يعني لو حسيني ان انا تقيله عليكم انا ممكن اخد حاجتي وامشي. وانا من سكه وانتم من سكه. بس انا اللي هيصعب عليا لو مشيت اللي هتحرم من جوز العيون اللي مموتيني دول. انا عمري ما اقدر استغنى عنك. مقدرش اعيش من غيرك لحظه. بس انا اقدر اعيش. فوفو فوفو كده برضو يا غرام كده برضو هتضيعي ده كمان من ايدي. يا جابر مالك في ايه؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة يا ابني؟ ده انت بتترعش. انت ناقص تاكل الشجرة. ما ترد يا عم في ايه؟ واحد قليل الاصل في الحارة عندنا تشاكل ومتشاكل مع امي ومد ايده على اختي. ولا يهمك. مصيرنا نطلع من السجن ونقطع ايد امه اللي اتمدت على اهلك. لامتى يا سعيد؟ لامتى هتفضل الدنيا تلطش فينا كده؟ لامتى؟ حد كتير يا عم جابر. احنا مسجلين يا جابر. يعني اي مصيبه تحصل سواء عملناها او ما عملناهاش هنتشد فيها ونتجرجن ونتبهدل كل يومين. يعني لو طلعنا بره السجن يومين هنقضي بقيه عمرنا جواه. لا 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 انا مش هعيش حياتي جوه السجن. مش هعيش حياتي. مش هتقعدك جوه السجن؟ هتعمل ايه يعني سوبرمان؟ هنلبس طاقية الإخفة ونطير برا الأسوار؟ لا هنعيش زي الحرامية الكبار. ده أنت سرقت كاسيت واتسجنت وأنا عشان ساعة اتبهدلت. في ناس بتسرق البلد ولسه 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 بتسرقها وهم عايشين زي الفل. عندك حق عندك حق يا صاحبي. افتح الزنزانة دي. سيبنا لوحدينا دلوقتي وخلص على بند اهلك. تمام يا فندم. مش فاكر ان الزنازين دي ضيقه كده. وانت مستحمل الحبس هنا ازاي؟ دي مش اوامر سعادتك. مظبوط مظبوط يا جابر. دي كانت اوامر سعادتي. وزي ما اديت اوامري في الحبس الانفرادي ممكن كمان ادي اوامري بالافراج. ولا انت عجبتك الحبس هنا؟ قصدك ايه يا باشا؟ قصدي ان انت عجبتني يا ولد. وهتجدع وراسي ومخلص وعارف مصلحتك فين. وانا عجبني قوي الراجل اللي يعرف مصلحته. شوف يا جابر انت ليك عندي عرض ما بتهيأليش انك ممكن ترفضه. كمل يا باشا. واحد مسجون معانا هتبعد محاكمته في قضية مهمة. قضية ايه؟ معرفش. المهم انه في ناس كبار مش عايزين المحاكمة دي تتعاد ولا عايزين الراجل ده قعدت باب المحكمة. ناس مين دول؟ معرفش. المهم اتقال لي ناس مهمة وبس. ما انا قلت لك ما انا قلت لك يا سعيد الراجل ده ما يعتبش باب المحكمه. قصدك يعني اتصرف معاه؟ عوني قال لي انتوا شطارتكم
المهم عارف الراجل ده يبقى مين؟ مين؟ عبدون الوسخ. عبدون؟ قلت ايه؟ معاك يا صاحبي، بس اشمعنى احنا يعني؟ احنا ولا غيرنا؟ دي اكيد سبوب العوني. وبص نعمل العملية كده سريع سريع ومحدش هيعرف بأي حاجة، وبعد كده هنطلع منها زي الشعر من العجين. طب واحنا هنوبنا من الليلة دي ايه؟ بص يا صاحبي، عوني قال لي ان هنخرج من هنا بنص المدة، ده غير ان ملفاتنا في الداخلية هتختفي، لا فيش ولا تشبيه. وبص الحلاوة فين، الناس الكبار دول هيشغلونا معاهم. قلت ايه؟ انت اللي قلت ايه؟ انا قلت يا روح ما بعدك روح، واللي يشوف سكة قدامه ما يمشيش فيها يبقى حلال اللي بيجراله، ما يصعبش عليك غالي، ده اللي بيصعب عليك يفقرك. مات الكلام. الله يرحمه. ايه ده؟ قتيل؟ هي وصلت لك؟ ماشي يا ولاد الرافه دي. حمد! ايوه يا فندم. امسك لي كل الناس اللي في المصنع دي وهتالي حامعهم بنفسي. يلا اوامرك يا فندم. ورايا. ده انتوا النهار ابوكوا اسود. اه والله. يا عوني ايه الاخبار؟ تقدر تبلغ سعادته ان انا عازمه على فنجان قهوه ساده على روح عبدون؟ معقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كلنا هنموت، محدش واخد منها حاجة. بس بجد برافو عليك يا عوني. وقولي العيال اللي قاموا بالعملية أخبارهم إيه؟ لا العيال نفذوا العملية تمام التمام الصراحة. العيال دي تستاهل المكافأة اللي وعدناهم بيها. طبعا. الله، بتقول إيه؟ وده كلام ان شاء الله باذن الله لما اقابل سعادته النهارده هبلغه على كل حاجه. اه بس بقول لك يا شمان، وانت بتكلم الباشا كده ما تنساش تفكره بموضوعي النقل يعني. يا سيدي عارف والله السياحه، اعتبر نفسك راكب جمل عند ابو الهول ونقول لك مبروك. القرار هيطلع كمان يومين ان شاء الله. اطمن. تسلم لي يا شمان، تسلم لي، وما تنساش تبلغ تحياتي للباشا. هبلغه. بس بقى عوني ما تنسناش لما تتنقل السياحة بقى. انساه؟ ده كلام يا راجل. طب ايه رأيك بقى ان انا حاسس ان انا لما تنقل السياحة هنعمل احلى شغل مع بعض؟ اكيد طبعا عوني ان شاء الله. سلام يا شمان، وبلغ تحياتي للباشا. سلام يا حبيبي. سلام يا عوني. سلام يا حبيبي. ايه يا شمان عملت ايه بالنسبة للغرام؟ طمن يا باشا، طمن. الغرام اللي انت شايفها دي هتجيلك تقول لك شبيك لبيك، غرام ما بين ايديك. يس. بس لو ما حصلش يا باشا تقول بحبه. شومان اللي ما بيقولش حاجة الا لما تكون في الجو. كان بكتبة يا دهر كتبه وانت برضو تخاف عليه. عليكم. جابر مبروك الإبرام. مبروك يا جبور. مبروك ليك.
الشمس يا جابر والناس والهوا. مبروك يا صاحبي. تعال ترى بقى نشوف بعض تاني. طبعا هنشوف بعض تاني وتالت ورابع. تعال ولا كانوا يومين جابر ابو شامة سعيد السواح. هاي مين بيسر ركبه مغزى عن التاكسي ده غالي علينا واحنا مقشفرين. بعد الخدمة اللي انت عملتها لنا في السجن مفيش حاجة تغلى عليكم ابدا. انتوا من طرف النا احنا نقعد نرغي في الشارع كتير ولا ايه؟ اركبوا بقى يا رجالة. اتفضل اتفضل عليك انت الاول يا باشا. لا يا جماعة باشا ما تزعلش باشا اتفضل. يا جبورة يا حيل ورايا. تعالوا خل مين فيكم جابر ومين فيكم سعيد؟ انا جابر. وانا سعيد بمعرفتك يا باشا. اهلا 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 وسهلا. في الحقيقة احنا عرفنا كل اللي حصل ودار في السجن، وعرفنا كويس قوي ان انتوا رجالة فراودة عيال لعيبة بجد. واحنا بقى العيال الفراودة واللعيبة ما بنستغناش عنهم ابدا، بنحطهم جوه عنينا وبنرعاهم. عشان كده بقى لازم اكافئكم. امسك يا جابر جا بعضه. امسك. ايه دول؟ دول 1000 جنيه وزعهم على نفسكم وشبرقوا نفسكم بيهم. واحنا بنخدم اللي راعينا. استنى يا سعيد، ده ما كانش اتفاقنا. وايه بقى حضرتك كان اتفاقك؟ اتفاقنا كان على مصلحة دايمة. عاوزين تشتغلوا معنا؟ هو ده الاتفاق. وديكوا جربتونا وعرفتوا ان احنا نسلك في اي حاجه. ماشي ما يجريش حاجه. حكايه الشغل دي هنفكر فيها. انتوا تروحوا بس بيوتكم كده وتشموا نفسكم وترجعوا لي، وان شاء الله اشوف لكم سبوبه دايما. كده عداك العيب يا باشا، وان شاء الله تتبسط مننا قوي. تمام. وانت اللي واقف تاخد دش قدامي، في حاجه عايز تقولها؟ اصل بستحمى من وسخة السجن. كفارة. هي الهلومة دي كلها بتاعتك ولا بتاعت حد تاني؟ ما تسألش اسئلة غبية تاني، وما تحطش مناخيرك في حاجات مالكش دعوة بيها عشان ما تشمش ريحة ما تعجبكش. الكلام اللي انا شفتها. عموما يا باشا احنا متشكرين قوي على الواجب اللي عملته معانا، ومن بكرة ان شاء الله تلاقينا قدامك من الصبح عشان المصلحة الدايمة. ماشي يا عم سعيد، وانا بكره في انتظاركم. واللي فيه الخير يعمله ربنا. متشكرين يا شومان باشا، ربنا يديم المعروف يا عمنا. يلا يا جابر. يلا يا عم. يلا. حنفي كل العيال دي جت وانا في السجن. جابر 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 يا حبيبي. الحمد لله على السلامة. البيت البيت. ايه ناقصة واحدة؟ خرجت امتى من السجن؟ النهاردة. كفارة يا صاحبي كفارة. أنت إيه الأخبار؟ أخبارهم من إخواتي إيه؟ زي الفل. ما بفوتش يوم غير ما بزورهم. أصيل يا حبيبي أصيل. فرح مين ده؟ ده فرح ناس ما نعرفهمش. ما نعرفهمش؟ من إمتى؟ هيما عمر حبيبي. ليله مين دي؟ ده فرح صباح بالتقاط وعلى الولا شنطه العجلات. يبقى لازم اقوم بالواجب. استهدى بالله يا جابر،
روح شقر على امك واخواتك. لا لا لا، الاول اقوم معهم بالوقت. يا جابر اذا كان على البيت صباح، انت عارف ان في عرق المدارس. مين صباح دي؟ رايح اخد حق امي واخواتي من عطوة الكلب. استنى خليك انت هنا، استنى جابر. اهدى عطوة، اهدى جابر. نزل العصايه يا جابر. عايز اجيب حقنا. انا هو حقنا ده بهدلتنا اللي جات لنا من تحت راسك؟ حقنا انا مسامحه فيه، لان العله فينا احنا. بلاش شغل البلطجه دي وسيب الناس تفرح. ايه اللي رجعك؟ كنا قاعدين في وسط الناس كافيين خيرنا شرنا، والناس كلها كانت بتحبنا حتى في غيابك يا جابر. رجعت ليه؟ عايز تاذينا تاني ليه؟ عايز تعمل فينا ايه تاني يا جابر؟ ارجع يا جابر، ارجع وانسانا، وانسانا ليك ام وليك اخوات. يا ريتك بكيت. ساعد غضب من قلقها وخوفها عليك. عارف، خليك انت معاها وخديها على البيت وما تشيليش هم. ما شيلش هم ده ايه؟ ده انت اخويا يا جابر. وبعدين انت هتروح فين دلوقتي؟ ما تخافيش، هلاقي حته تهوى فيها. اوعى يا جابر، اوعى تسيبنا من تاني يا جابر. مش هسيبكم، رحمه ابويا ما هسيبكم. انا حلفتك يا جابر. يلا على البيت. ايه جابر؟ راح مشوار يا حبيبي. وانت قريب هيرجع قريب. بص بقى يا معلم، انا ماليش في حساب القديم والجديد. انا جاي اسلم واستلم. في بضاعه يعني في فلوس. دي سهلة يا ولد العم. انت باين عليك جاوي تتعب نفسك. ايه؟ في ايه يا معلم؟ بعدين معاك يا شيطان؟ انت هتنطق بالزوج ولا؟ الظاهر ابتدينا غلط. ايه رايك اخرج؟ وادخل تاني ونبتدي على الابيض. قلت ايه؟ دمك خفيف يا انت. منين هي بلدك؟ ليه؟ حق علي اني عايز اعرف بتكلم مع مين؟ عايز تتكلم اتكلم في الشغل. فين البضاعة؟ اوريك البضاعة. شندويلي ليه الغدر ده يا معلم؟ ها؟ ليه؟ الغدر ده اللي بدأ بيه هو معلمك شومان، وانا حذرته وقلت له حقي يوصلني على داير من ليم، يا اما هاخد حقي غصبني منه ومن رجالته. فين الفلوس يا ولا؟ بعينك. ما هو لو ما نطقتش هقتل اخوك وهقتلك. فين الفلوس يا ولد؟ عارف الكنيف الوسخ بتاعك ده؟ هات فينك فيه. جدع يا معلم، جدع. على فكره انا افتكرتك، مش انت اللي كنت مع اشجان في المحكمه؟ اه مظبوط. اشجان دي بقى شكلها طيبه وبنت حلال واصيله قوي. انت تعرفه من زمان؟ لمؤاخذة متربيين سوا في حتة واحدة أيام ما كنا عيال مفعيص. كده يعني بقى عيلة وعيلة. بقول لك ايه؟ الناس دي عوقت، تعالى نطب عليهم نشوف بيعملوا ايه. اهدى يا عم، اهدى، ما ينفعش ندخل كده. لازم ندخل في الوقت المظبوط، لو دخلنا في الوقت الغلط هنبوظ كل حاجة. اهدى كده وراكلس
وولع سيجاره تاني. فين الفلوس يا ولا؟ انت قرف الفلوس. انا هعرف اخليك تنطق ازاي. عويس مش عايز تقول فين الفلوس. جنبك على جنبك امي عويس. فهمتي؟ دي عقرب يعني قرص طول القبر. تنطق يا ولا لا؟ وهبطش عند ويلي. مش عايز تنطق؟ فاتت ومحدش خرج. جاهز؟ جاهز. ايش هتنطق ولا عايز تحصل اخوك؟ سليم خدش بسيط. هاتوا هيبة خدوا الأسهل وحصلوا. شبح عنفي عمره كده يا اخي. وفي حد بيموت ناقص عمره؟ لا حيله في الرزق ولا شفاعه في الموت. انت عارف يا سعيد ليه ما كان حلمه انه يعدي من العمليه دي على خير ويطلع له بقرشين حلوين ياخدهم ويطير على امه واخواته في البلد عشان يفرحهم ويفك زنقتهم. بس هي ما مات. هي ما مات ومش هيرجع. مش هيرجع. خلاص بقى يا حنفي. احنا هنفضل عايشين في المسلسل التركي ده طول عمرنا. كفايه. الدنيا حزنتنا كتير يعني مش ناقصة. خد يا ترحمها. ما تخافش على حنفي. احنا مش عيال ولا صغيرين. وحق هيما مش هيروح. ورحمة أمي اللي ما شفتهاش. دم هيما ما هيروح غادر يا. هنجيب حق. خليتي معاك. مستناني. فين صاحبك؟ مستنينا تحت. برضه لسه مش عايز تتكلم تقول ايه اللي حصل؟ هي حكايه هتتحكي مره واحده. يلا يا شمر. ماشي يا بيبر. اكسل
ازيك يا شيري؟ اهلا يا شمندي. بس هربي بابا؟ في انتظار، اتفضل. الولاد وصلوا يا باشا. اهلا 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 بالرجاله. مين فيكو جابر ومين فيكو سعيد؟ انا جابر حسان ابو شام. سعيد السواح والشهره سعيد الهاكر. اهلا وسهلا. اتفضل يا رجاله اتفضل. اتفضل يا سعيد اتفضل. اهلا اهلا. ايه يا راجل مالك؟ مال دراعك سلامتك؟ حاجه بسيطه يا باشا. الرجاله اللي بعتونا ليهم اتشقوا شويه. كانوا عايزين يلعبوا معانا الدنيئه. مراي؟ اللي باصله معانا. كان عايز يكمل الفلوس ويخلص علينا. ايه الكلام ده؟ ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ الناس ما عادلهاش امان وما عادش حد بيحافظ على كلمته. بس انا عايزكم تطمنوا. مراي مش هيعدي بيها. حسابه معايا انا شخصيا. حسابه عند ربنا يا باشا. الله يرحمه يا باشا. اللي يموت ما يجوز عليه غير الله. معقوله خلصتوا عليه وخدتوا حقكم اول باول؟ ما باتتش؟ ما في حياتك يا باشا. الله. والبضاعه اخبارها ايه؟ دي المصلحه يا باشا، البضاعه والفلوس. هايل. البضاعة والفلوس مرة واحدة؟ أنا سمعت عنكم بس ما كنتش فاكر إنكم ممكن تخلصوا بالسهولة والسرعة دي. كنا بنتسلى يا باشا. بتتسلى؟ سامع يا شومان؟ بيقولك كان بتسلى. أنا الحقيقة سمعت عنكم كتير بجد بس ما كنتش متخيل بقى إنكم مخلصين ومخلصين قوي كده. أنا بصراحة بقى محتاج رجالة بجد زيكم يشتغلوا معايا مع شومان. رجالة ما يهماش أي حاجة وما تخافش. البضاعة والفلوس دي الدفع تمنهم غالي. كان ليا صاحب اسمه هيم ومات في العملية. لا حول ولا قوة إلا بالله. مات؟ الله يرحمه. والله يا جابر أخويا ما عارف أقول لك إيه. الباقي في حياتك. دنيا غريبة. تدي من ناحية وتاخد من الناحية التانية. احنا رجالة عايشين وسط ديابة وحوش. انا نفسي ياما شفت منهم بس انا النهاردة بقى مطمن ومتفائل جدا بعد ما شفتكم وقابلتكم. عشان لما يبقى معايا رجالة زيكم، رجالة ما بتخافش من اي حد ومن اي حاجة، رجالة بتعرف تاخد حقها بدراعها، انا بقى ساعتها انام وانا مطمن. ان حد يا باشا نام واطمن على الاخر. احنا هنعمل معاك الصح ونحميك ونفديك برقبتنا. انتوا بقى من النهارده رجالتي، وبعد عمليه السجن والعمليه دي احنا هنعمل مع بعض احلى شغل. شغل هيخليكوا تعيشوا حياه تانيه خالص، حياه بطعم جديد، طعم الكريز. اوعى تكونوا ما بتحبوش الكريز. لا يا باشا بنحبه. الكريز ده. الكريز هتحبه وهتدوقه وهيفتح نفسك قوي يا سعيد. وانا راجل نزيه، احب رجالتي كلهم ينزهوا نفسهم وما يحرموش نفسهم من اي حاجه. هو ده الكلام الصح يا باشا. يبقى انت كده هتعمل معانا الصح. عظيم. بالمناسبة دي بقى أنا هسهركوا سهرة جميلة قوي.
انا سيكوا فيها بقى كل اللي شفته وكل اللي حصل، وبعد كده نبتدي الشغل اللي بجد. نصار وقف عدل وتتكلم عدل. اقف على حيلك يا رياض وشوف انت بتكلم مين. جابر اهدى، جابر اهدى. بعدين يا بهوات، انتوا طول عمركم صحاب وحبايب. خلاص يا جابر، نزل السلاح، حصل خير. وزي ما شومان بيقول، انا ورياض طول عمرنا حبايب، عمر ما فينا حد تعدى على التاني. جابر رجع لهم السلاح. ازاي يخطف سلاحك من ايدك؟ عارف اللي يتخطف سلاح من ايده يبقى ايه؟ يما ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ لما اغيب بتحلو كده؟ اديني حط. انت ايه اللي جابك؟ وحشتوني، قلت لك اطمن عليكم. ولا فيك الخير. خدي دول يوم. ايه دول يا جابر؟ فلوس، ومن النهارده مش عايزك تشتغلي تاني، واي فلوس هتحتاجيها اطلبيها مني. جبت منين الفلوس دي؟ اشتغلت الحمد لله، اشتغلت مع ناس عندهم شركه سياحه وكل شغلنا بالحلال. حلال؟ متأكد يا جابر؟ يما صدقيني. صدقك؟ انت كنت عملت ايه عدل في حياتك قبل كده عشان اصدقك المرة دي؟ ابوس ايدك يما، ابوس رجلك، ما تكسفينيش يا حبيبتي. اوعى. فلوسك النكسة وامشي، ما تورينيش خلقتك تاني. ليه كده يا يما؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ده جابر ده ابنك. ابني؟ يا ريت كان ليا ابني. صايع وبلطجي، هيفضل طول عمره صايع وبلطجي. فاكر ايه؟ جاي تشتريني بفلوسك؟ الله اعلم جايبها منين. تنسيني ايه؟ تنسيني الجرثة والبهدلة اللي انت عايشتنا فيها طول عمرك؟ اشجان دي مش اختك، اشجان دي ملهاش غير اخ واحد. انا ماليش غير ابن واحد. اطلع برا. لا يما، لا يما، برا جابر. حرام عليكي ياما، حرام عليكي تعملي فيه كده، حرام عليكي. جابر، جابر ما سيبناش يا جابر، ما سيبناش يا اخويا. امك بس قالت كده عشان. عشان ايه؟ هي كده دايما مش راضي عليا. خدي دول خليهم معاكي. احنا مش عايزين فلوس يا جابر، احنا عاوزينك معانا. هيحصل، هيحصل، بس مش دلوقتي. طب اقول لامك ايه بقى دلوقتي؟ ولا حاجه، خليكي معاها وهديها
ولما يصحى بعكوك بصي اهلا اهلا يا روحي اهلا. بونسوار يا جماعه. بونسوار على اجمل فارسه في مصر. ايه الاخبار؟ اتمرنت كويس؟ كان كويس النهارده بس اتاخرت شويه، لازم اعدي على الاستوديو عشان اسجل اخر اغنيه في الالبوم وعندي كم مشوار كده في وسط البلد. يلا بينا. اوكي يلا بينا. خلي بالك في ميعاد دكتوره. اي ام سو سوري يا حبيبتي، للاسف عندي ميعاد مهم جدا مش هقدر اغيبه ومش هقدر اجي معاكي طبعا. انا بقول تاخدي السواق يوصلك للمشوار اللي انت رايحاه، بعد ما تخلصي كنت تاكسي وروحي. معلش. لا اصل انا وسعيد كده كده نازلين وسط البلد. ممكن نوصلها وبعد كده نستناها لحد ما تخلص ولو حابه يعني نوصلها للبيت. ميرسي، مش عايز تروح معايا؟ لا لا، احنا عايزين اي خدمه نوصل بيت. سعيد. طبعا يا باشا. امال ايه يا باشا، تحت امرك. ما تحرمش منكم الرجاله كده، يبقى اتحلت. يلا حبيبتي انت عشان ما تاخريش على ميعادك. اوكي يلا روح. انا هستناك عند العربي. وانا هلبس. ميرسي. عايز اي حاجه من صاحبي؟ لا شكرا. بمجرد ما شومان يخلص مع عوني هيتصل بيكم. رتب اموركم. اوكي؟ مع السلامه. سلام يا صاحبي. مع السلامه شومان. سلام يا سعيد. صاحبي انت عارف انا صريح معاك ايه، انا مش مستريح للموضوع ده كله، الدنيا هتتقلب على دماغنا. بص يا شومان، الخطر ده احنا متعودين عليه، وبيني وبينك انا كنت عمال افكر في طريقه ارضي بيها الناس اللي بره واوسع شغلي معاهم. الفكره اللي قال عليها جابر دي فكره مش بطاله، يعني تستاهل ان احنا نجربها. عارف دي لو نجحت هتبقى ضربه كبيره قوي. طب ولو عكت؟ هتوقع عليهم مش علينا احنا. اجي معاكي؟ لا انت لحد هنا وكفايه. طب هتروح ازاي؟ وانت مالك انت، روح ولا ما روحش؟ بقول لك ايه، انا جبت اخري معاك، ها فلم نفسك وامشي من هنا علشان ما اعملش حاجه تاذيك. تمام؟ اهون عليك، اهون عليك. البت دي لو اشتكتك لنصار شكلك هيبقى وحش قوي. مش هتشتكي. مش هتشتكي؟ ومالك مالي ايدك منها كده؟ ده حتى كبستك ولبستك جرد للتلج في دماغك. شكلي ملت دماغ. ملت دماغ ايه يا عم فوق؟ ده كان كل كلامها ليك تقطيم وتكشيم في العظام. هما الستات كده، بيحبوا يتقالوا على اللي بيدخل مزاجهم. ما تتكلمش عن الستات قدام يا جبورة، عند النساء. ودعني انا اتحدث عن النساء، لان انا الاستاذ وانت التلميذ. انت لسه يا دوبك في سنة اولى حب. اسمع يا ابني، غرام دي حاجة تانية، صنف تاني انت ما تعرفوش. ليه يا شيخ؟ يا ابني احنا مر علينا كل الاصناف والالوان، افهم. انت ما شفتهاش ازاي بتبصلي بعينيها؟ دي كانت هتاكلني. كانت تاكلك بعينيها يعني مش بسنانها. ده تقل والتقل صنع. على فكرة شكلنا هنشوف ايام سودة بدماغك اللي راكبة شمال دي يا جابر. فوق. اسكت يا سعيد. ميزة الموقع اللي أنا بقول لكم عليه ده إن هم لسه مكتشفين جديد ولسه بينقابوا فيه لغاية دلوقتي. ده غير إنه متطرف وفي منطقة هادية ومنغمة، والبعثة اللي بتشتغل هناك بتخزن الحاجة اللي تلاقيها في نفس المكان. والمعلومات دي جبتها منين؟ من واحد ضابط زميلي يا باشا، هو اللي ماسك الحراسة في المنطقة دي. طب الحراسة عبارة عن إيه؟ دي منطقة أثرية، يعني هيبقى فيها غفر، ده العادي بتاعها. بس منطقة التخزين دي أكيد هتبقى أمنة كويس قوي وفي حراسة مشددة. واللي سمعته انهم لقوا خبيئة من كام يوم ومخزنينها هناك. خبيئة ايه؟
والله مش عارف طبيعتها باشا بالظبط، بس اللي انا اعرفه انهم لسه ما جربوهاش ولا فرزوها، يعني باختصار كده لسه ما تسكنتش. حلو الكلام، يعني اي حاجه هناخدها محدش هيعرف هي ايه ولا حد هيعرف اي حاجه. ازاي يا جابر؟ ما عوني بيقول لك ان في حراسه مشدده وامن جامد، يعني في مخاطره علينا كلنا يا جماعه. مخاطره ولا حاجه، سيبها على الله. المهم لازم نروح لعين المكان. روح انت اخويا، حد منعك تروح؟ الظاهر ما سمعتنيش كويس، انا قلت نروح، يعني انا وانت نروح نعين المكان من جوه. تتجننت يا جدع انت؟ انا لا يمكن اظهر في الصوره ابدا. ليه؟ على راسك ريشه ولا على ايدك نقش الحنه يعني؟ انت ناسي يا جدع انت ان انا ظابط في شرطه السياحه؟ ايوه يا عوني، بس بتشتغل معايا وبتقبض مني فلوس، ولا انت تسيب؟ لا يا باشا ما نسيتش، ما انكرتش ان انا بشتغل مع سعادتك وبقبض فلوس، بس يعني لو لا قدر الله جابر اتقفش وكان حد شافني معاه ولا حاجه هيبقى موقف انا وحش وهشيل الليله كلها لوحدي. ليه كده؟ ليه الفال الوحش ده يا عمنا؟ هو مين ده اللي يتقفش ولا يروح في داهيه؟ احنا لما بنشتغل عم عوني بنخطط كويس وننفذ احسن من التخطيط اللي خططناه، وان شاء الله هتبقى مقضيه. ما تخافش انت بقى، عشان اللي بيخاف من عفريت بيطلع له. بصراحه يا نصار بيه الكلام ده مش نافع، الاستاذ شومان خايف من الحراسه وبنق فيها، والاستاذ عوني يفول علينا ومش هيشارك. اسمع، ياما كلنا نكون ايد واحده، ياما كل واحد يروح لحال سبيله، هو ده الكلام. بدانا النخ بقى يا جابر. مش انا اللي بنخ، انت اللي نازل فيها نق وتكسر في مقادفنا، ولا عاجبك اي كلمه بنقولها. انا معرفش اشتغل كده بصراحه. بقى جابر عنده حق وقال اللي كنت عايز انا اقوله. بصوا بقى، يعني نحط ايدينا في ايدين بعض ونتكل على الله وننفذ، يا اما نفضها سيره وتضيع المصلحه على الكل وتروح لصاحب نصيبنا. قلتوا ايه؟ خلاص يا باشا، خلاص سعادتك ما تزعلش نفسك، يعني انا تحت امرك، هروح معاه وعاين، ولو ان ده فيه مخاطره كبيره عليا. انما هقول ايه؟ انا ما اقدرش اقول لسعادتك لا ولا ارفض لك طلب. تمام تمام يا عمي. وانت يا شومان؟ باشا انا تحت امرك، امرني وانا نفذ. يبقى تنفذ كل طلبات جابر وسعيد، اي حاجه يطلبوها تكون عندهم. ماشي ماشي باشا. باشا عليا النعمه باشا، وان شاء الله يا باشا احنا هنعمل كل اللي يرضيك وهننفذ صح، وربنا يكرمنا باذن الله. المهم يا جابر العمليه دي ما يبقاش فيها دم، كفايه العمليه بتاعت الصعيد. المره دي لو بقى فيها دم هيبقى في طرف بيننا وبين الحكومه، وده احنا مش عايزينه، ما فيهوش مصلحه لينا. ماشي الكلام يا جابر؟ حاضر يا نصار بيه، بس ربنا يسترها معانا كلنا ويعدي على خير. هتعدي، وغلاوتك عندي يا شومان لا تعدي، وهتشوف على ايدينا احلى خير. سرحانة في ايه يا ست الكل؟ جابر؟ صدقي نفسي طلع معاكي حق، الواد شكله مش عايز يجيبها بره. الواد ده متهور وممكن يأذي نفسه ويأذيكي. طب وهيأذيني انا ليه؟ ما انا ممكن اقول لنصار عادي، ولا لا يا صفية مش كده؟ اخاف تقوليله يشك فيكي ويقلب الدنيا نار جهنم على دماغك ودماغه. طب خلاص نستنى عليه شوية، هو اكيد هيطلع عاقل يعني، ولو حاول تاني هبقى اقول لنصار هو يبقى يتصرف معاه. يا
تمام يا سي جابر؟ 100 100. شوف هلا، العملية دي مش عايز فيها أي غلطة، أنت فاهم ولا لأ؟ آخر واحد قال لي الكلام ده راح، وأنت عارف. نعم روح أمك. أمي مالكش دعوة بيها، لو جبت سيرتها تاني هقطع لسانك. اسمع يا عوني، أنا وأنت في الهوا سوا، يعني لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك وما تهمليش فيها ظبط، فاهم؟ ماشي يا جابر، ما هي دي جزاتي بعد اللي عملته معاكم. ماشي، سوق وكفاية صداع، وسيبني أفكر في الأهم. يلا يلا. ماشي يا جابر، ولا هتكونش عايزني أقول لك يا جابر بيه؟ هو اللي تقوله، بس طالع من بقك زي العطا يا جابر بيه. قولها. أوكي، لخص. عارف هتعمل ايه؟ ربنا يستر. غمد قلبك شويه. يلا لو حصل لي حاجه ما تبعوش المرجحه. مين يا جدع انت ودخلت هنا ازاي؟
اقفلي يا جدع انت وقول لي دخلت هنا ازاي؟ لو ما انهقتش هضربك في المليان. نزل سلاحك! نزل سلاحك بدل ما يبقى اخر يوم في عمرك! نزل سلاحك! فاكرين هتخرجوا من هنا بسهولة؟ اخلص ياض! لا! كتفه وغميله عينيه. سعيد. قول لي يا حسين! حازم باشا فين؟ لسه شايف راح للسرداب دلوقتي حالا. ورايا! مش من غيرك يا ما تنسيبش حد ورانا موت هنا. يعني بتألم طبعا. استحمل شويه حنفي فيها لما تجمد. هنوديك للمعلم شلح يعمل معاك الواجب. عايزين تدفنوني زي ما دفنت الله يرحمه هيما. على الاقل نخلص منك ومن النكد اللي انت معيشنا. اخلص انتوا الجوز خلاص. اصل عامل فيها شهم علينا مش عارف على ايه. خلصنا يا سيدي. اثبت ياض. جز عليك. ايه هو مات؟ لا تفاجئ من الوقت. الله ينور عليك يا معلم. شغل سبع صنايع والبخت ضايع. دكتور وحنوتي وممكن تطلع مهندس طيران في اي لحظه. تقريبا عندك سيخ شاورما واحنا مش عارفين. الله يخرب بيتك يا سعيد يا سواح. طول عمرك جايب لنا القرف. دايما تعبيرك معانا يا عم شولح. اتكل على الله انت. وسيب لي الرصاصه ستزال في جيبي. ماشي. بس سيبوه يريح بس يومين ولا ثلاثه وهيبع زي الحصان. اوعوا بقى تجيبوني تاني مره تانيه. انا هجيب له قطن وشاش واجي اغير له. ماشي متشكرين قوي يا دكتور. اتفضل. ده انا كنت زمان. كنت زمان ايه يا عم شولح؟ يعني كنت بتعمل عمليات جراحه قلب. اتكل على الله الراجل بيموت جوه. مش ناقص قهر كمان. هنعمل ايه؟ هم يبك وهم يضحك. انقذنا. ده الطيور الحقني. ده نجدنا يا عم. هنعمل فيه ايه ده كمان؟ مستر نصر موجود؟ مستنى حضرتك من بدري. اتفضلي. اوكي. اهلا 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 يا دكتوره. الحمد لله على السلامه. مشوارك المره دي بعيد قوي يا نصار. على الله تكون جبت حاجه تستاهل المشوار ده. اتفضلي احكمي بنفسك. هاي شومان. اول مره اشوف حضرتك. ده جابر.
واحد من احسن رجالتي هو اللي خطط العمليتين الاخرانيين. شكرا يا استاذ بيه، شكرا. هي فين الحاجه؟ اتفضلي حضرتك، اتفضلي. معقول الحاجه دي اصليه؟ طبعا حضرتك، وممكن تتاكدي بنفسك. ماجي ها ايه رايك يا دكتوره؟ انا مش مصدقه عينيا، الحاجه دي لقيتوها فين؟ عجبتك؟ يتساوي ملايين. البركة في جابر، هو اللي فكر وخطط ونفذ للعملية اللي جابت لنا التحف دي. أنا بهنيك مستر جابر. احنا كلنا رجالتك يا نصار بيه، نتعلم منك. بهنيك مستر نصار على إنك أخيراً لقيت الرجالة الصح اللي يعملوا لك الشغل الصح، ودول لازم نكافئهم. آه طبعاً، جابر ده يستاهل مكافأة كبيرة جداً. نصار بيه عمره ما قصر معانا. المهم يا دكتورة إن حضرتك والجماعة اللي برا يكونوا راضيين تماما عن شغلنا. نتكلم بقى في المفيد. سوري مستر نصار، انا مش هقدر اتكلم في الموضوع ده خالص قبل ما ارجع للناس اللي بره. المره دي العمليه كبيره وتصريفها ونقلها مش سهل. ممكن اصور الحاجه دي؟ او ايوه اتفضلي. سوري يا دكتورة، الحقيقة الكلام خدنا في الشغل ونسيت أسألك، تحب تشربي إيه أو تاكلي إيه؟ نو، ميرسي بوكو. أنا يا دوب أنزل على مصر عشان ألحق أعمل اتصالاتي بالناس اللي بره، وأنا واثقة ومتأكدة إنهم هيقدروا المجهود العظيم اللي أنت قمت بيه. أنت مستر جابر، وقريب قوي هتكون في أخبار كويسة. وأنا في انتظار سماع الأخبار الكويسة دي يا دكتورة. اتفضلي. مستر جابر أنا سعيدة قوي إني تعرفت عليك. شكرا. للأسف هي دي شروطهم، نسلمهم البضاعة في الأول، بعد كده سافر أقابل الراجل الكبير أتفق معاه على الفلوس وطريقة الدفع. الله، فيها نصار بيه، من امتى كان بيحصل معانا كده؟ ما احنا طول عمرنا بنستلم الفلوس وبعد كده نسلمهم البضاعه. الدكتوره كانت بتاخدها وبتتصرف. ايه اللي جد؟ اللي جد ان البضاعه المره دي كتيره وقيمتها كبيره. العمليه اللي فاتت حصل فيها شويه مشاكل، انت عارف دي الدكتوره حتى كانت عايزه شويه وقت عشان تقدر تخرج البضاعه دي بره البلد. الكلام ده مظبوط سعادتك، من ساعه حادثه سرقه مخزن سقاره والداخليه شد حيلها قوي على المواني والمطارات وكل ما داخل ومخارج البلد. شفت يا باشا؟ أنا كنت بحذرك من الموضوع ده، بقول لك بلاش منه. قلت لأ، نمشي ورا سي جابر. أيوه يا شومان، ما تنساش إن العملية دي هيكون مكسبها كبير وهينطقنا لفوق قوي. أيوه بس برضه مشاكلها كبيرة قوي. كل مشكلة وليها حل. وهتتحل إزاي بقى يا سي جابر؟ نصار بيه، الدكتورة والناس اللي بره دول اتعاملتوا معاهم قبل كده؟ إحنا بقى لنا سنين بنتعامل معاهم. يعني ثقة، مفيش منهم خوف. في شغلانتنا دي يا جابر مفيش حاجة اسمها محل ثقة. الخوف بقى يا باشا لا يرجع للاسطوانة القديمة، بضاعة قصاد بضاعة تانية، وانت عارف بقى يعني ايه بضاعة تانية. بضاعة تانية زي ايه يعني؟ مالكش دعوة، ما تتكلمش في الحاجات دي. خلاص يا شومان خلاص، أنا هريحك. احنا هنمشي ورا الكذاب لحد باب الدار. أنا بكرة هتصل بالدكتورة وقابلها واشوف هوصل معاها ليه. انت عاوني، عايزك تعرف لي الداخليه اذا كانت شاكه ولا متاكده ولا عارفه ولا عندها خبر ان جابر واللي معاه هم اللي ورا عمليه سقاره دي، وتبلغنا على طول. اوامر سعادتك يا باشا. وانت يا جابر انا عايزك انت والرجاله اللي معاك بقى تكنوا، تهدوا على الاخر لغايه ما عاوني يبلغنا اخبار الداخليه ايه. ها وانت معاك رقم تليفون لو حصل اي حاجه اتصل بيها فورا. امرك يا باشا. كويس، بكره بالليل بقى نتقابل كلنا، اقول لكم عملت ايه مع الدكتوره ونشوف هنتصرف ازاي.
ايه شغل المافيا ده؟ افتح باب اوضتي الاقيكي قاعده هنا؟ ده شغل على ميه بيضة. خير يا دكتوره؟ في حاجه؟ وحشتني من امبارح للنهارده. وحشتك من امبارح للنهارده. في ايه يا دكتوره؟ دون شامر عايز يقابلك. يقابلنا انا؟ وحالك. على فكرة يا بنتي يا أشجان، الواد حنفي بعت لك معايا السلام. سلام إيه؟ ده لسه كان عندنا النهاردة الصبح. وماله؟ تلاقيكي وحشاه، أصله مشتاق. ما تلمي نفسك يا بت، ده أنت على رأي أمي قادرة وباكسة. هو حرام يعني ولا عيب؟ هو إيه اللي حرام وعيب يا صباح؟ المشاعر، الحب يا أختي. إلهي يا ربنا ياخدك يا بعيد، هو أنا يعني يوم ما أحب أحب حنفي مراجيح؟ مالي يا اختي حنا في المراجيح؟ القلب بيعرف يتمرجح كويس. بعدين ده راجل راجل ومالي وهدومه. حنا في ده طول عمره متربي معايا، يعني وشي في وشه، يعني مقامه من مقام جابر اخويا بالظبط. يا لهوي يا لهوي اسكتي، اوعي تقولي كلمه اخويا دي، ده يطب ساكت حرام عليك. ليه يا بت؟ وانا كنت عشمته وخليت بيه؟ الله، وبعدين انت مالك ومال الموضوع زي ده؟ هو موسطك ولا ايه يا صباح؟ بيني وبينك اصله بيتكسف بيستحي. وانتي بقى يا اختي اللي وشك مكشوف؟ لا مكشوف يا اختي ولا متغطي. خلينا في المهم، اخوكي جابر ما بيجيبش سيرتي في حاجه كده ولا كده؟ لا يا اختي ما بيجيبش، يا نحنوحه بلانيل تلاقيه واخد على خاطره من موضوع جوازي. مش مشكله، انا ما اشوفه حصلها بطريقتي. يا عينك يا جبايرك، يخرب بيتك، هو انت لا منك ولا كفايه شرك؟ يا بنت تهدي. مساء اشجان. استاذ سعيد ازيك؟ الله يسلمك. اصل انا النهارده خلصت شغل بدري في البازار، فقلت اعدي اطمن عليكم. يعني ازيك صباح؟ ازيك يا استاذ سعيد. شكلكم كده خارجين. طيب استاذن. لا 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 لا، لا خارجين ولا داخلين، ده هي يعني رايحه تشتري شويه طلبات وهترجع على طول. طب تتعبي نفسك ليه؟ اطلعي استريحي فوق وانا اشتري لك الطلبات اللي انت عايزاها. لا متشكرين يا استاذ سعيد، يعني مش عايزين نتعبك معانا. ما تقوليش كده، لا تعب ولا حاجه يعني، ده واجب. خلاص يا بنتي يا اشجان، ده من راجل مصمم اهو، بالمره يعني توصلوني لحته وترجعوا تطمنوا على خالتي ولا ايه؟ هو ده الكلام الصح يا صباح والله. اتفضلي تعالي. تشكر يا ذوق. ما شاء الله يا بنتي توصلك بليغ. قومي اتصمرتي كده ليه؟ انا جات لي تقارير عنك على فكره يا جابر، بتقول انك شخص متميز جدا وانك ساعدت نصار عشان يعمل شغل كبير قوي الفتره اللي فاتت، ولما قعدت معاك واتكلمت معاك تاكدت من صحه الكلام ده على فكره. شكرا لك يا باشا، يعني دي شهاده اعتز بيها. انا ما بجاملكش، شغلنا ما فيهوش مجامله يا جابر، انت فعلا شخص متميز طموح وعندك اراده وعايز تعمل شغل كبير، عكس نصار اللي خلاص طموحه بقى محدود، بقى قلقان ومتردد، وده ما ينفعش في الشغلانه بتاعتنا دي ابدا. وديك شفت العرض اللي انا عرضته على نصار، لو اتعرض على اي حد في الدنيا هيرحب بيه ويقبله بدون تفكير، انما نصار رفض. هو خايف من المشاكل مع رياض الزيات. وتفتكر لو العرض ده اتقدم لرياض الزيات هيرفضه زي نصار؟ بالعكس، ده هيفرح بيه جدا، ده ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا مقابل انه يحصل على الشغل ده، لان ده المكسب، ده المستقبل، ده التوسع. انما نصار خلاص شبع وريح، ما عادش عنده طموح. انما انت يا جابر قلبك ميت، شجاع، مالكش في الكذب ولا اللوع واللي في قلبك على لسانك. عشان كده انا هعرض عليك عرض صعب انك ترفضه. عرض ايه؟ احنا شغل الاثار ده مش شغلنا الاساسي، احنا شغلنا الاساسي في الهيروين، المكسب الكبير. وانت بقى تبقى راجلنا في مصر، اي حاجه تنزل مصر تنزل عليك. بس نصار بيقال سعادتك ان رياض الزيات هو اللي
سيبك من رياض ونصار، مالكش دعوة بيهم، انساهم خالص. أنا بكلمك أنت، أنت هنساعدك، هنوقف معاك لغاية لما تطلع فوق. ها؟ قلت إيه؟ بس مش رياض الزيات هو المورد الأساسي، أنا سمعت كده. ده صحيح، الكلام اللي أنت سمعته صح، بس رياض الزيات معاه موردين تانيين من جنوب شرق آسيا، والبضاعة بتاعتهم وحشة وغالية، يعني البضاعة بتاعتنا أحسن وأرخص، وأنت لو نزلت السوق بتقلك هتبلع السوق. وأنت فاكرك إن رياض الزيات هيسكت؟ ده هيبلعها. تشيتش أم الموضوع ده خالص، إحنا كفيلين بيه. المهم تخلي بالك كويس قوي من شومان. شومان ده جاسوس لرياض الزيات على نصار، اي حاجه بتحصل عند نصار بينقلها له كلمه كلمه. عقرب، تعبان، تخلي بالك منه كويس قوي. والكلام ده ليه ما قلتوش لنصار بيه وحذرته؟ نصار؟ نصار نايم ومش واخد باله، مغمى عليه ولا هو هنا. وبعدين لما انا احذر حد ابقى باكي على مصلحته، وما اعتقدش ان انا باكي على مصلحه نصار. انا عارف ان الكلام ده ممكن يخوف ناس كتير، لكن احساسي بيقول لي انك مش هتخاف يا جابر. ما بايدك كده ليه؟ غرام. مالها غرام؟ غرام بنت حلوه وجميله، واي حد يخاف يمشي معاها. قصدك ايه؟ قصدي ان اللي بيعمل اللي بتعمله ده شجاع، ما يخافش من نصار ولا اللي جابه نصار. ولا ايه يا جابر؟ يا ابني ما كنت ريحت لك كام يوم في المستشفى. يا عوني عوني، انت عارف انا بتخنق من قعده المستشفى دي. ايوه ما قلناش حاجه، بس انا شايفك يعني عمال تهري وتنكت في نفسك كده، مش عارف ليه. بنكت بعد اللي حكيته لي فوق في المستشفى عن جابر، وسفر جابر مع نصار عاوز يزيحني يا عوني وياخد مكاني، لكن ده بعينه. يا عم يزيحك مين؟ يزيحك مين؟ هو نصار بيقدر يستغنى عنك؟ ده سره كله معاك يا شومان. وبعدين خد بالك، جابر ده كبر ولا صغر؟ حته عيل هلفوت، هياخد له يومين وبعد كده يتكل على الله. الهلفوت اللي انت بتتكلم عليه ده بيلعبنا كلنا يا عوني، وشويه شويه هياكلنا كلنا. لا اصحى، اكل مين؟ اصحى بس انت، احنا نستفيد منه في عمليتين ثلاثه كده، وبعد كده نقعد بقى على رواقه كده نرتب له الترتيب الصح ونخلص منه. بس يرجع نصار بيه واشوف عامل ايه معاه، وعلى ضوء ده انا هعرف اتصرف مع جابر كويس. دلوقتي انت عايز تروح فين؟ عايز اطلع البازار. بازار ايه؟ بازار ايه؟ ما تروح بيتكم يا عم تستريح. بيت ايه يا عوني؟ قلت لك عايز اطلع البازار. خلاص خلاص، لا رجلك التانيه تتكسر. يلا يلا اخويا. لا لسه يا رياض بيه. طيب اول ما يرجع نصار تعرف ايه حكايه السفريه ديت وتبلغني على طول. من غير ما تقول يا باشا، انت عارف انا الراجل بتاعك. ماشي ماشي يا شمال، مع السلامه. سلامه يا باشا. انا مش مطمن لحكايه السفريه دي. لو كان شغل عادي ليه يبعتوني؟ وليه سافر لهم؟ أنا بقى مش همتان خالص من نصار ده، لأنه بعد المشاكل القديمة اللي حصلت بيننا وبينه زمان لما حب ينط على شغلنا، ما ظنش إنه هيحاول يعملها تاني. تفتكر؟ اللي زي نصار ده جبان، ساعة ما شاف مننا العين الحمراء المرة اللي فاتت متهيألي يعني إنه استوعب الدرس وفهمه كويس أوي. كله هيبان لما يرجع نصار. عملت ايه في تصريف البضاعه الجديده؟ حصل يا باشا، بس للاسف في اتنين موزعين رافضين الاسعار بتاعتنا. مين دول؟ مصالح بتاع المعادي وقاسم بتاع رود الفرج. وعملت معاهم ايه؟ وزعت حصتهم على بقيه الناس. اما بقى بالنسبه لهم هما الاتنين، فمش هيشوفوا غرام واحد إلا لو رجعوا الاتنين راكعين وبيبوسوا الأيادي ويشيلوا بالسعر اللي احنا عايزينه. برافو عليك يا راجل، برافو عليك.
لازم يتقدموا. السوق كله لازم يعرف ان كلمتنا هتمشي على رقاب الكل. ان رياض الزيات كبير السوق لما يقول كلمه محدش تاني يتنيها ولا يقول كلمه بعدها. العربية. لا سيب دي. انت مش جاي معايا؟ لا سكتك يا سكتي. اوكي جابر تشاو. انا هسيبك تقعدي كده على السرير الحلو ده وتفكري، بس نصيحه من فوفا، فكري كويس قوي ودوري الكلام اللي قلته ده في نافوخك كده مره واتنين واوسنيه. نصيحه غرام، اوزني كويس قوي عشان ما تخسريش. باي باي. اه شفتي كنت هتنسيني. يا ريت ما تنسيش لما تشوفي جابر سلمي لي عليه وبسهولي من هنا ومن هنا. باي باي يا نجمة. ده اللي كنت عامل حسابه وخايف منه، ان الواد ده لو شم نفسه هيجرجر نفسكك مش هي. المهم يا باشا سعادتك قلت له ايه؟ قلت له انسى موضوع البودره ده خالص وما تكلمش فيه تاني ابدا. انا مش عايز مشاكل مع رياض ولا راتب. الله يعين العقل يا باشا. لا بالحق يا شومان، انت ايه علاقتك برياض الزيات وراتب ابو الجود؟ جابر بيقول انك على اتصال بيهم وبتشتغل معاهم من تحت لتحت. انا باشا؟ السؤال ده ليه انا؟ ازاي الكلام ده باشا؟ ده انا راجلك يا باشا، ده انا لحم اكتافي من خيرك. بتتصل بيهم ولا لا يا شومان؟ في الحقيقه هو اللي بيتصل بيا. ايوه يا باشا، رياض الزيات هو اللي بيتصل بيا عشان يطمن، بيقولي نصار بيه هيخش جوه شغلي تاني ولا لا. انا بقول له يمكن نصار بيه طالما اتفق معاك عمره ما هيخش دايرة شغلك. بعدين إذا كنت يا باشا أنا بقول الكلام ده أنا بتقي شره هو ورجالته. بعدين تسألني أنا سؤال ده يا باشا، أنا في موضوع عاوز أكلم حضرتك فيه. ما تتكلم عوني، ما تتكلم، قول له أنت قلت لي إيه في المستشفى وشدد في إيه؟ اتكلم عوني. في إيه يا عم؟ قلت له إيه في المستشفى؟ ولا حاجة سعادتك يعني، بس احنا عندنا قاعدة في البوليس، لما تحصل جريمة بندور على المستفيد. لو طبقنا القاعدة دي سعادتك على الحادثة بتاعت شومان هنلاقي المستفيد الوحيد هو جابر، لأن جابر هو اللي سافر مع سعادتك بدل شومان، وهو اللي عرف حاجات كتير قوي عن شغلك مع الكبار اللي بره. والست الدكتورة طبعا فاهمة إن ممكن جابر يأثر عليك وتخش في التجارة بتاعتهم، ومش بعيد برضه يا باشا ان الدكتوره دي هي اللي وزته عليا وعليك. احتمال، بس احتمال وارد طبعا. ايوه غرام. ايوه يا نصار، معلش كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع. موضوع ايه خير؟ موضوع انا عفيفي جوز امي. ماله سعفيفي الاخر؟ هو كان عايز شغلانة عندك. هو فاكرني ايه؟ فاتحة جمعية خيرية ولا مكتب توظيف؟ معلش معلش يا نصر عشان خاطري. جوز امي هنعمل ايه بقى؟ عشان خاطري يا نصر شوف له أي حاجة، أي حاجة عندك يعملها. حاضر حاضر يا ست غرام حاضر. خليه يعدي على شومات البازار. يلا مع السلامة. في ايه يا باشا؟ غرام يا سيدي عايزاني اشوف شغلانه لسعفيفي جوز امها.
وعفيفي هنشوف له شغلانه فين بالظبط؟ في البازار، في المعرض، اي حته. ايوه بازار يعني ايه؟ هيمسك فوطه ولمع مناخير ابو الهول يا باشا؟ مش مشكلتي دي يا شومان، المهم يقبض مرتب اخر الشهر. خلينا في المهم، هنتصرف ازاي مع الواد اللي اسمه جابر ده؟ انا بقول يا باشا نخلص منه زي ما خلصنا من عبدون في السجن. لا لا لا، ما ينفعش يا شومان. ليه ما ينفعش يا عم؟ ما احنا خلصنا قبل كده من عبدون في السجن. ايوه موضوع عبدون ده موضوع مختلف. تعالى يا عون اتفضل. عملت ايه؟ قابلت جابر؟ قابلته. مين ده؟ ده عفيف. مش ده اللي ايوه هو ده جوز الست ام غرام. وايه اللي جاب جوز ام الست غرام هنا؟ يبارك له عوني، خلاص تعين معانا هنا بقى دراعي اليمين. ده؟ ده. المهم قول لي عملت ايه بقى مع الواد جابر؟ الراجل ده مش ناوي تجيبها لبر. ليه؟ مش وقت. ليه؟ جابر اعلنها حرب يا شومان، احنا لازم نتصل بنصار بيه ونقابله عشان نبلغه باللي حصل. نصار رفض العرض بتاعك مش كده؟ عرفت منين؟ النتيجه واضحه زي الشمس، لانك لو كنت قدرت تقنعه باللي احنا عايزينه كان زمان هو اللي اتصل بيا مش انت. عموما دون شامير كان متوقع النتيجه دي، بس سابك تحاول مع نصار علشان انت كمان تكون مقتنع يا جابر. ودلوقتي هنعمل ايه؟ مش انا اللي هقول، دون شامير هو اللي هيقول. مين؟ دون شامير. تعال يا جابر هتقابله وتتكلم معاه. تعال. هو دون شامير هنا؟ ما تسألش كتير. تعال يا جابر. ايوه يا سيدي طمنيني، ايه الاخبار عندك؟ زي ما توقعت دون شمير، نصار رفض العرض بتاعك. ما هو ده كان متوقع. وجابر اخباره ايه؟ معايا هنا هيكلمك حالا. تعال يا جابر. هو انا لو اتكلمت هيسمعني؟ طبعا يا جابر، سمعك وشايفك كمان. ازيك يا دون شامير؟ يا جابر جالك كلامي؟ مش قلتلك انك هتفشل مع نصار وانه هيرفض العرض بتاعي؟ وهو حصل. كان لازم احاول. مفهوم يا جابر مفهوم. ممكن بقى نتكلم في الشغل بتاعنا؟ اتفضل. شوف يا جابر، انت قدامك فرصة ما تتعوضش، فرصة انك تبقى الراجل بتاعنا اللي في مصر. احنا قدامنا خيارات افضل بكتير، وقدامنا خيارات امكانياتها كمان افضل بكتير، بس انا عايزك انت. عارف ليه؟ عشان جواك طموح، والشغلانة بتاعتنا دي الطموح فيها مهم جدا، واتمنى ان حماسك وطموحك ده ما يتغيرش ويستمر، وتسمع كلامنا كويس قوي وتنفذ كل اللي بنقول لك عليه، وما تعملش زي ما عمل نصار. افدي اطمن على اخر، بس انا عندي مشكله. مشكله ايه؟ ازاي اشتغل معاك وانا معيش فلوس؟ ما تحملش هم الموضوع ده، احنا عارفين امكانياتك وظروفك كويس قوي، وحنساعدك لحد ما تقف على رجليك وتبقى قد نصار ورياض الزيات ويمكن اكبر منهم كمان، بس المهم انك تسمع كلامنا كويس وتنفذ كل اللي بنقول لك عليه. حاضر حاضر. نبقى احنا كده متفقين، نتكلم بقى في الشغل. اتفضل.
اتفضل. ايه يا بت اللي بتقوليه ده؟ مش جاي تعرف حد تاني؟ ماشيه مع واد تاني؟ هو النعمة يا اخويا، هي اللي قالت لي كده وبتكلمه في التليفون. مين الواد ده؟ قالت لك؟ لا بس انا هقررها وهعرف وهقول لك. هيبقى اخر يوم في عمره. عليا النعمة اغزه. بس اعرف هو مين ابن الكلب الواطي ده. متحف. متحف يعرف. هو متحف صور في الزمالك يا باشا. جابر هناك قابل سعيد وواد تاني كده انا معرفوش. دخلوا المتحف قعدوا تلت ونص ساعة. بعد كده خرجوا راحوا المستشفى خدوا اخوه واخته ووصلوهم البيت وبعد كده طلعوا على الطرق. كانوا بيعملوا ايه في المتحف؟ معرفش. بس هم قبل ما يروحوا المتحف عدوا على المستشفى. وهناك في حاجة غريبة حصلت بس معرفش يعني اذا كانت مهمة بالنسبة لك ولا لا. ما تقولي وانا اقول لك مهمة ولا لا. ايه اللي حصل؟ اهدى يا باشا اهدى واتك على الصبر. غرابة. مالها غرابة؟ وصلت المستشفى وجابر كان هناك قعدت شوية بعد كده خرجت خد التاكسي ومشي. بعدها بشوية جابر خرج خد عربيته وراح على المتحف. وغرام قابلت جابر هناك؟ الكلب خيمة معرفش. بس أنا من فترة كده أنا وسمر مرتي كنا بنزور غرام في البيت لمحت الواد جابر هناك. أنا سألت غرام والشهر راح وجيه متلوم وقالت لي ابدا ده نصان بيبعته عشان ياخد حاجات من عندها. عفيفي الكلام اللي انت بتقوله ده خطير قوي متاكد منه؟ يا باشا رقبتي انت عارف ان الكذب مش طبيعي. انا بحكي لك كل الكلام ده عشان تعرف ان ولائي ليك والنصار بيه. يا ريت يا باشا توصل للنصار بيه كل الكلام ده عشان يطمن لي ويرتاح لي ويعرف ان ولائي ليه واني بدي عليه حتى بنت مراتي. عفيف انا عندي سؤال وعاوز اجابه عليه ولو نصار بيعرف الاجابه عمره ما هينسى لك الخدمه دي. يا سلام انت ما تطلبش انت تؤمر يا شوان بيه. انا عاوزك تعرف بالظبط ايه اللي بيحصل بين غرام وجابر مش بالكلام بالصور. صور عفيف اعتبر ان الصور في جيبك يا باشا. مهم جابر فين دلوقتي؟ معرفش. هو من ساعة ما دخل المقابر هو وسعيد والواد الجدع اللي معاهم ده ما خرجوش لحد دلوقتي. خير؟ كنت عايز ايه؟ تشرب ايه؟ مش عايز اشرب حاجة، عايز اعرف انت عايز ايه؟ مش انت لما جيت المستشفى وطلبت مني اني ابقى اطمنك عليا؟ وانا دلوقتي بطمنك عليا انا كويس. معقولة؟ بيكلمني في التليفون ونزلي دلوقتي حالا عايزة قبلك ضروري عشان تطمني عليك؟ انت طلبت مني كده وانا ما اقدرش ارفض لك طلب. ميرسي. سماح بتحبي دايما عند اهلك سماح؟ لو سمحت Thank you.
تستاهل. ايه ده؟ يا نهار اسود، ده في حد جاي. طب وعملت ايه؟ انا اخدت المدام والعيال ووديتهم عند امها قبل ما اجي هنا على الشغل. ما هو مش معقول اسيبهم لوحدهم في البيت وهي تعبانه بالشكل ده. لا عندك حق يا ريس، بس برضه كنت المفروض تكشف عليها الاول وتطمن بعدين تيجي الشغل. اما نخلص الوردية ابقى اوديها المستشفى. طب انت يا ريس مش محتاج حاجه؟ ربنا يخليك يا هيثم. والله يا ريس امورنا. ربنا يخليك يا هيثم. الف سلامه يا ريس. ولا حاجة، هنستنى لما يطلع النهار. نامو نامو نامو. ابرد اعصابك يا اخي. ابرد اعصابك ايه؟ امال تقول لي عارف جابر وعشرة وعشرة؟ شوف لك كمان ينام فيه يا عم وريحني. ايه ده ايه ده؟ اخد انا الدور التحتاني، اوعى تنقط عليا. عم النق ده بطل نق بقى، بوس ايدك وش وقفه واحمد ربك. يا عم ما انا ببوس اهو. احنا ناس كويسين قوي حنف ونيتنا كويسه، عشان كده ربنا كرمنا وعدينا منها. هيا جابر ايه الاخبار؟ كله تمام يا دكتوره، والصوره معايا. الاصليه؟ طبعا الاصليه. انت جاهزه؟ انا دايما جاهزه يا جابر. صدفتك مشاكل؟ عدت. اوكي يلا بينا. تفضل تفضل. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا شومان؟ معقوله؟ زي ما بقول لك كده يا باشا، جابر وسعيد والواد التالت اللي معاهم قبل السرقه بكام يوم زاروا المتحف. الواد عفيفي قال لي انه شافهم بعينيه الاتنين. طب تخيل كده يا باشا، جابر ايه علاقته بالمتاحف؟ ايه مزاجه يروح متحف؟ بقى فان جوخ مثلا؟ تقصد انهم ممكن يكونوا ورا العمليه دي؟ احتمال كبير يا باشا. ايه؟ لحقوا بسرعه كده يشتغلوا لحسابهم؟ او لحساب ناس تانيين. طبعا يا باشا، مفيش حاجه مستحيله اليومين دول. لا ده موضوع ما يتسكتش عليه ولازم اتاكد منه. الرصاصه الثانيه هتكون في نص الاسر. وديته غرام فين يا ولاد الكلب؟ كل اللي اعرفه دافع حزمه في القناطر. فين؟ ما اعرفش والله العظيم. ثلاثه ما اعرفش. ابوس ايدك طلعني من هنا يا جابر. تاني ما اعرفش. ما تنت عيالها. خلص على الواد ده. بس انا اعرف اللي يعرف. مين؟ نصار بيه طبعا، وشومان. بحبك.
صعبان عليا جابر قوي على حنفي، مش عارف هيلاقيها منين ولا منين، من اللي حصل لامه ربنا يشفيها ولا اللي حصل لغرام ده كمان اللي جاز عود المغلطين. لا بالحق يا سعيد، هي مين غرام دي اللي جوه؟ يعني يهمك قوي يا عم حنفي مين؟ ما انت شايف اللي حصل لها ايه؟ الجو بتاعه حب جديد؟ حب جديد؟ ايه الاسئله الحريمه دي يا حنفي؟ هو ده اللي يهمك يعني حب جديد ولا قديم؟ ايوه يا سيدي حب، ومعششه في دماغه كمان. شد ابو تصنور، احنا المفروض نتصرف ونروح ندور لها دكتور يشوف يعمل معاه ايه. دكتور ايه يا سعيد؟ ايه رايكم في البنت صباح؟ صباح ايه يا حنفي؟ يقول لك دكتور تقول لي صباح؟ يا عم صباح دي كانت ممرضه في المستوصف اللي جنبينا، بتفهم في الحاجات دي؟ انت بتخرب بتقول ايه؟ تجيب صباح؟ خلاص يا جابر انا فاهم انت بتفكر في ايه، طالما كانت في المستوصف تعرف تحط لها ميكروكروم تعالجها شويه قطن اي حاجه ماشي. قول لها دي اخت سعيد ومتخانقه مع جوزها وجوزها ضاربها وجايبينها هنا تقعد يومين لحد ما الجو يروق. ما تقلقوش انا هنيمهم على الاخر، انا هروح اجيبها. هجيبها. أنا عارف إنه مش وقته، بس لازم نشوف هنعمل إيه مع الدكتورة والموزعين اللي هتنبسط. ما تكملش يا سعيد، ما تكملش، اطمن على أمي وسماح وبعدين هنتصرف. هو ده قدرنا ولا إيه؟ انتي في بيت ام جابر وانا صباح جارتكم، ما تقلقيش اخوكي سعيد وصلني عليك. اخويا دي النيله دي فقدت الذاكره يا اختي، اخوك انت نسيتيه ولا ايه؟ على فكره يا اختي انا كنت متجوزه برضو واحد زي متنين عينه جوزك ده، صبحني بعلقه ومسيني بعلقه، بس غرف 60 ده قادر يا كريم ربنا ياخده، عقبال جوزك هو كمان. مؤاخذة يا اختي، هو انت اسمك ايه؟ سماح. سماح؟ ايه العسل ده؟ عشت الاسامي يا ست سماح. جابر الحمد لله على السلامة يا اخويا، شفت سماح فاقت ورقت ازاي؟ انا اتصرفت لها بجلبية بدل هدومها متقطعة. تسلم يا صباح. لا يا اخويا ما تقولش الكلام ده، احنا ما فيش بينا الكلام ده. امال سعيد احنا في فين؟ على القهوة يا اخويا. انت هلا. حاضر يا اخويا من عينيا، انا هروح واجي على طول. بالعافية. بتدوري وشك كده ليه؟ مش عايزه تشوفك وانا كده. اشوفك وانت كده؟ هشوف دي حبيبتي ودي عمري ودي روحي ودي قلبي. بتعملوه ده؟ في ايه؟ جابر سلاحك يلا سلاحك خلص. بلاش لعب بالسلاح يا بكير، هتعور نفسك. بكير خد عفيفي واطلع بره. اقفل الباب وراك.
وعلى مهلك على فيفي. ايه يا شجاب؟ ايه الدخلة الناشفة دي؟ في ايه؟ انا عرضت عليك عرض وانت رفضته، ده حقك. قلتلك انا من سكة وانت من سكة، وانت اخترت وده برضه حقك. لكن تلعب معايا بوساخة فده مش حقك ومش هرحمك. وصلت بيك الجرأة انك جاي تهددني في مكتبي؟ احمد ربنا انها جت على قد التهديد. بعد اللي عملته مع غرام كان لازم افرمك، بس انا مش ناسي، مش ناسي يوم ما اتقبض على امي وانت ساعدتني. ده دين في رقبتي وده اللي مخليك عايش لحد دلوقتي. بس بعد اللي عملته يا نصار بقينا خالصين كده. بقينا خالصين؟ طب ما تيجي نحسبها بطريقه تانيه يا سي جابر. انا يوم ما عرفتك كنت صايع جربوع ما تسواش نتله، وانا اللي عملت منك بني ادم. طب يوم ما عرفتك غرام كانت ملكي بتاعتي. وانت لفيت عليها عشان تاخدها مني. هي اللي اختارت، هي اللي اختارت يا نصار بيه. يعني دلوقتي مالكش حاجه لا عندي ولا عندها. قصدك ايه؟ قصدي راحت عليك. ما هو الدنيا دواره يا نصار بيه، عامله زي المرجيحه، يوم تطلعك في سبع سما يوم تنزلك لسبع ارض. مين ده؟ حنفي صاحبي بـ20 من رجالتك. بسم الله ما شاء الله. والله كبرت يا جابر وبقالك رجاله وعزوه. ولسه نصار بيه، هو انت شفت حاجه؟ اصبر على رزقك يا سعيد. اسمعني كويس منك لو. انا لما رفضت العرض بتاع الناس اللي بره رفضته علشان مش عايز اقومها حرب، عايز اعيش في هدوء وسكينة من غير الم ولا مشاكل. انت بقى سوبرمان وغاوي قلق ومشاكل وعايز تولعها حرب تجيبك الارض، انت حر. اما بقى الست غرام ما تسواش عندي ولا مليم. انا اللي يبيعني ابيعه وانا كسبان. وعلى فكره انا اقدر اجيب 10 زي غرام دي. اشاره واحده من صباحي. بتقول ايه؟ جابر استنى. جابر في ايه يا نصار بيه؟ انت عايز تاكلنا بشويه الاوانتا دول وتعدي كده تعديه سلام ويبقى يا دار ما دخلك شر؟ انت فاكر يا باشا ان احنا هنأمن لك ونديك ظهرنا تاني؟ اوعى اوعى تدي ظهرك لاي حد ولا حتى انا. واتش يور باك. اذا كنا ما عرفناش نبقى اصحاب يبقى على الاقل ما نبقاش اعداء. انت عارف اللي بيدي ظهره لحد بيحصل له ايه؟ تددنا ظهرك وسامحناك، لكن قسما عظما، قسما عظما يا نصار، لو ضربت هضرب، لو عورت هعور، ولو قتلت بعد الكلام. جابر watch your back. يا راتب مالك داخل معفر قوي كده ليه؟ اخبار منصور شرب بيه. اخبار ايه؟
وصلح العنتيل وأسر السواحلي الاتنين بيتفقوا على بضاعة. بضاعة؟ بضاعة ايه؟ وفي حد يقدر يدخل جرام واحد البلد من ورا ظهري؟ يظهر ان في حد قادر يا رب. الكلام ده سمعته من حد كان حاضر المقابله اللي تم فيها الاتفاق ده. ما عرفتش مين ده واسمه ايه؟ بيقول لي وجه جديد لا سمع اسمه ولا شافه قبل كده. بس احنا بقى لازم نعرفه ونعرف اسمه. عايز اعرف مين اللي بيحفر قبره بايده هلته. اطمن يا ربي، قبل ما جرام واحد ينزل السوق لازم اكون عرفت مين اللي ورا الحكايه دي. عموما كويس كويس يا راتب، عشان السوق كله اذا كان نسي لازم يرجع تاني يفتكر مين هو اللي بزيه. لازم يا راتب لازم. متأكد إن ده المكان؟ أمال يا عم، في إيه؟ هم وصلوا هناك أهو. خليك هنا. معلم مساء الحج. أهلا وسهلا. ده المعلم قاسم الصباح. اهلا وسهلا. اسم الكريم ايه ولا مؤاخذة؟ جابر ابو شام. عاشة الاسامة يا سي جابر. ده سعيد اللي واقف هناك ده؟ ايوه سعيد. لو كنتوا خايفين من الغدر فاطمنوا. بكره لما تودوكوا في الشغلانة دي هتعرفوا ان الغدر ده يكلف كتير. اكتر من همه. مش كده ولا ايه يا معلم قاسم؟ تمام يا معلم سلح. حكيم شغلتنا لا تحب الشوشرة ولا مؤاخذة ولا القلق. بص، احنا لا بنخاف ولا بنقلق، واللي عملته ده أمان لينا وليكم. ماشي. جبتوا البضاعة؟ جبت الفلوس؟ فلوس جاهزة وموجودة. شنطوري! سعيد، مش تعدهم الأول؟ الكلام ده يا معلمين مصفول، ما بخونش حد. لو كانت دي اول شغلانه ما بيننا فانا متاكد ان هنشتغل مع بعض كتير. لو في اي حد من طرفكم محتاج لاي كميه احنا جاهزين. وانت حبايبك كتير يا معلم مصالحي، واللي هيجي من طرفك هيتعمل معاه الصح وبنفس السعر. فضيت طمنوا على الاخر. دلوقتي ابو الجود ده هو ورياض الزيات ياما زلونا وتعبونا واكلوا رزقنا، عشان للاسف كانش في سكه تانيه غيرهم. لكن من ساعه ما ربنا بعتكم لينا وفتحتوا لنا باب الرزق اللي كان مقفول من ناحيتنا نخدمكم بعينينا وهنقف معاكم وهنكلم بيت التجار كمان. ربنا يديم المعروف يا معلمين. من النهارده يا معلمين انتم ليكم معانا معامله على جنب، واللي هنعمله معاكم مش هنعمله مع حد غيركم. مرضيين؟ ربنا يجعلها فتحه خير علينا وعليكم يا بهوات. انتوا ابتديتوها من الاول معلمين كبار، يعني دخلتوها من الباب الملوكي. سلام يا معلمي. سلام عليكم. سلام يا جابر بيه. سلام يا سعيد بيه. ايوه يا رياض باشا. بقى كده يا شومان،
بعد كل اللي عملته معاك تخني؟ تضربني انت ونصار في ظهري؟ يا فندم بس اهدى وانا هفهمك على كل حاجة. لا يا حبيبي، ما عادش فيها تفاهم. اما دفعتك الثمن غالي انت واللي مشغلك، ما بقاش انا رياضي. طب شوف سيادتك، شوف سيادتك فين دلوقتي وانا اجيلك بنفسي وهفهمك على كل حاجة. لا يا حبيبي، خلاص انا بطلت اقعد مع دلدي، سامع؟ طب اقول لسيادتك حاجة، انا مش حاجة لوحدي، انا هجيب معايا نصار بيه ونقعد نحكي لك، وسيادتك اللي عاوز تعمله ايه بعمله. حكومة معلم، حكومة المدينة بسرعة. ايه اللي حصل؟ لما روحنا لمسلحي لقينا الحكومة مشمعة المشتل بالشمع الأحمر وحط عليه حراسة، ولما سألت الناس قالوا لي إن البوليس جه خد المعلم مسلحي ورجالته. روحي البضاعة، شكله اتصرف فيها، الزهر رماها في النيل. معلم قاسم لما شم الخبر قفل الوكالة بتاعته وخد رجالته وبلغ فرار، ومحدش عارف له طريق. وحنف فين دلوقتي؟ حنف كتابه ومشي. فكرك مين اللي عملها يا جابر؟ ترد على ايه يا عم ساكت ليه؟ جابر مفيش غيره، عملوها اولاد الابلسة، وهيبتدوا بقى يشتغلوا لنا في الازرق، ولما السوق يشم خبر باللي حصل محدش هيشتري مننا جرام واحد، ومش عارفين هنعمل ايه في البضاعة اللي جاية دي اللي دفعنا تمنها ولسه فلوسها ما بردتش. جابر راح فين؟ غلط، اللي انت عملته ده غلط مستر جابر. اكاش قدام حل تاني. غلط، الناس دي ما عندهاش غير مبدأ واحد وقانون لا يمكن تحيد عنه أبدا، اللي يخون يموت. فكرك يعني انه كان في احتمال ولا واحد في الألف ان راتب كان حيوافق على العرض بتاعك؟ قلت اخش زوارقهم ولا اخش معهم كلهم في حرب. وما عملتش كده دي؟ معرفش، قلت اجرب الطرق السليم. شوف يا جابر، اوعى تتخيل ولو للحظة انك ممكن تقضي عليهم كلهم بضربة واحدة. دي حرب تكسير عظام وما فيهاش هوادة، وخلي بالك الدم والقتل دي اخر حاجة تلجأ لها، علشان الحرب ما توسعش يخش فيها طرف احنا مش عايزين يخش، زي البوليس مثلا. والدليل على كلامي انهم ما حاولوش يقتلوك لحد دلوقتي. يعني اسيبهم يقتلوني وبعد كده اقتل فيهم؟ دمك خفيف قوي. انا ما بهزرش. بضاعه على وصول، لا هعرف اوزعها ولا اسدد ثمنها. كله للفلوس يا جابر. دون شامير يزعل قوي لو فلوسه نقصت او اتاخرت، ودون شامير زعل وحش قوي. انا مش عايزه يزعل، وعايزك تساعديني. اللي حصل ده مشكلتك انت يا جابر، ده مش من ضمن مهام شغلي، وما عنديش تكليف بيها من دون شامير. دون شامير مش هيسهل، واحنا دلوقتي المصلحة واحدة، صح؟ مصلحة مين بالظبط؟ مصلحتك ولا مصلحتي؟ عايزة ايه يا دكتور؟ $500,000. مش كتير. بالعكس،
بالعكس يا جابر، بالمبلغ ده انا هحل لك كل مشاكلك وهدي لك المفتاح اللي يفتح لك كل الابواب يخليك فوق الكل. المفتاح ده عندك؟ عندي عندي يا جابر. اشوف. تعال معايا. اقعد يا جابر. ايه اللي جابك هنا؟ انا مش ناوي على الشر، انا جاي اتفاهم. ما تقولي حاجه مدام. اهدى يا راد، احنا مش عايزين فضايح. عقلة احنا مش عايزين فضايح. عايز ايه يا جابر؟ بص، قبل الكلام في حاجة لازم تشوفها ضروري وبعد كده نقعد ونتكلم براحتنا. يا سلام، وإيه هي بقى الحاجة اللي لازم أشوفها دي؟ ما تستعجلش على لسانك. اتفضل اتفضل. هو ده الكلام. لو رياض بس شاف الفيديو ده وعرف ان حرم المصون بتخونه مع دراعه اليمين هيعمل ايه؟ اكيد الموقف هيكون صعب شويه عليهم. هتفتكر انك بتهتني بالبتاع ده؟ اخلص واقفل بقك واسمعني. المرة اللي فاتت انا اللي جيت لك المكتب وقلت لي كلام ما يصحش تقوله وسامحتك، اصل انا من جوه ابيض ما بشيلش. وقلت واحد بموهبتك وامكانياتك لازم استفيد منه وحرام انه يضيع عشان عايز توصل لايه بالظبط يا جابر؟ اشتغل معايا. جالي البضاعة. حط ايدك في ايدي. هديك الدفع اللي كان مديهولك رياض باشا. ده غير اني هحميك انت وال انت مجنون. رياض بيه لو عرف حاجه زي دي مش هيسكت، ولو حصل هيولع الدنيا وهيبقى احنا كلنا واحد ورا التاني. احسبها بطريقه تانيه. لو رياض باشا عرف الموضوع هيحصل ايه؟
هتموتوا يعني هتموتوا، بس لو اشتغلت معايا هيكون في امل وتعيش تاخد فلوس. تفكر ما تفكرش، قولي له حاجه، قولي له حاجه. وافق يا راتب، انا في عرضك وافق، ولا عايز رياض ده يقتلني ويقتلك؟ عنصر اساسي في اللعبه معانا. جيب اخبار رياض، الحاجات، نعرف رياض هيروح فين، نجيب ايه. ممكن على ايدنا ان شاء الله ان نقضي على رياض باشا، وتفضلنا الساحه، مش كده احلى؟ الله عليك، بس اعمل حسابك، اكتر حاجة بكرهها الخيانة او الغدر. لو حصل ده انا مش هضمن اي حاجة، وممكن انت بخ من الدنيا دي. بس خليوش يفكر قوي خالص. يعني هيكون في ميعاد بيننا وبين بعض يعني قريب؟ طبعا، ده مش بعيد كمان يطلبونا نسافر لهم. ماله يعني؟ نسافر لهم؟ بس المهم عندي، انت حسيت انهم متحمسين للحكايه؟ جدا متحمسين طبعا. بص يا رياض، المصالح بتتصالح، المهم كل اللي احنا عايزينه دلوقتي ان احنا نقفل كل الابواب على جابر بحيث ما يصرفش البضاعه. لو عرف يصرفها يبقى كل اللي بنعمله ده هيطلع على فشوش. لا لا لا، اطمن اطمن يا نصار، راتب فتح عني كويس قوي خصوصا للشغلانه دي. راتب؟ الا هو فين راتب؟ مش باين يعني. مش عارف يا اخي، النهارده طول النهار بكلمه ما بردش على تليفون. هيكون راح فين يعني؟ أغبية، ضيعوا الفرصة لما كانت بين إيديهم وجايين دلوقتي يندموا بعد فوات الأوان؟ المهم أرد عليهم أقول لهم إيه؟ قوليلي الأول أخبار جابر إيه؟ أنا اديت له كل المعلومات اللي عندي، هو بقى المفروض يتصرف، إنما هيتصرف إزاي؟ ما أعرفش. هو طلب مني كمية أكبر المرة دي. وما تعرفيش هيتصرفها إزاي؟ لا. طب بلغيه إني هزود الكمية حسب طلبه، وإن الكمية هتوصل له بكرة بالليل في نفس المكان وفي نفس الميعاد. طب بالنسبة لنصار ورياض؟ اتصلي بيهم وحددي ميعاد بكرة، اقعدي معاهم وشوفي العرض بتاعهم ايه. المهم إنك تمسكي العصاية من النص لغاية لما نشوف جابر هيتصرف في الكمية دي ازاي. والله لو صرفها صح يبقى هو الراجل ده بتاعنا اللي في مصر، ولو ما عرفش يبقى نقول عليه الله يرحمه وننقل العطا لنصار ورياض. المهم الكل لازم يفهم ان اللي يلعب معايا يبقى كسبان، واللي يلعب ضدي يبقى خسران، خسران قوي،
ممكن يخسر حياته كمان. الحمد لله على السلامة يا معلم. الله يسلمك يا بربيع. كفارة معلم مسلح. نورت مكانك ومطرحك. قدر ولا تفاصيل بيه. مالك يا معلم؟ شايل الهم كده ليه؟ يا ما دقت على الراس طبول. المرة دي التعويرة جامدة يا جابر بيه. اللي حصل ده خرب بيت مستعجل. البضاعة اللي اترمت في النيل بملايين. ده غير الذل والمهانة اللي شفتهم في الإقسام والنيابة. ما تحملش يا عم. من كان على البضاعة اللي راحت دي هنعوضها لك، مش هنقصر معاها. أصيل يا جابر بيه أصيل. بس الموضوع مش موضوع بضاعة وبس. رتب بيه ورياض باشا ناس مش سهلين. مش يسكتوا عليا لا أنا ولا معلم قاسم. إذا كانت المرة دي بضاعة وفلوس، المرة الجاية مش عارف يعملوا فينا إيه. هو في حد منهم اتصل بيك؟ راتب ابو كود كلمني من شويه وقال لي بكره في اجتماع لكل المؤسسين واكد عليا اكون موجود انا والمعلم قاسم. وانا بصراحه جابر بيه من ساعتها مش عارف اعمل ايه. مش عارف تعمل ايه في ايه يا معلم مصالح؟ طبعا ما تروحش. استنى يا سعيد. استنى سعيد استنى ايه؟ قلت لك استنى. انت عارف فين مكان المعلم قاسم؟ هو عارف مكانه. تتصل بيه وتروح على الاجتماع. كلام ايه اللي انت بتقوله ده يا جابر؟ كلام العقل. عقل ايه اللي يخليهم يروحوا الراتب ابو الجود برجلهم لحد مكان؟ عقل اللي يقول لهم راتب ابو الجود عايز منهم ايه؟ كده ولا ايه يا معلم؟ بصراحه يا جابر بيه انا ما كنتش عايز اروح. بس انا ما اتعودش ابقى نادل. مش عايز الاذى لا ليا ولا ليكم. وعلى راي المثل باب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. بس يا جابر بيه لو عايزنا نروح أوامر نروح. روح ما تخافوش عندي. حاضر. يلا سلام. سلام. طب سلام يا معلم صالح. جابر في يا عم ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ هو احنا جايين نراضي الراجل ونجدد اتفاقنا معاه على البضاعة اللي جايلنا ولا جايين نرجعه الراتب والرياض؟ سعيد عملت ايه مع الرجال؟ شوف انا بقول لك ايه وانت بتقول ايه. جاهزين يا عم الرجال ومن بكره مستنيين الاشاره. عايزين عربيتين ثلاثه يتحركوا بيهم الرجاله ورايا انا. عربيتين ثلاثه؟ طب وليه المنظره والهلمه الكدابه اللي على الفاضي دي يا عم جابر؟ ده احنا حيالا الزبون اللي كان حيلتنا طيرته من ايدينا. ايه رايك يا سعيد تفضل مع البنات الكسر اللي واكله دماغك وتسيبني انا اظبط الشغل؟ البنات الكسر اللي انت بتتكلم عليها دي انا بعمل لهم اصلاح وتهذيب ومستحمل غلاستك عشان افهم اللي في دماغك. دكتورة سالي اسمحي لي اقدم لك رياض بي. ازيك؟ شرفت يا رياض بي. شرف لينا يا هاني. راتب بي ابو جود. اهلا اهلا يا هاني. رياض بي دكتورة سالي هتكوني الوسيطة بيننا وبين الجماعة اللي بره. ها يا ترى في اخبار كويسة ولا ايه؟ اخبار ومفاجآت كمان. طب ما نخش اوضة الاجتماعات عشان نعرف نتكلم في الشغل ومفاجآت كويسة كمان. ايوه رياض بي احنا هنستنى شوية بس لحد باقي الموزعين ما يوصلوا. ماشي يا رياض ماشي. اتفضلوا استريحوا. اتفضلي يا هاني. اتفضل يا شباب. اهلا يا دكتور.
زيكم. وفي ايه يا دكتوره؟ مش قلت لكم في اخبار ومفاجآت كتير؟ مفاجآت ايه والكلام فارغ ايه يا دكتوره؟ ما تستعجلش على رزقك يا رياض بيه. اتقل عليا هتاخد حاجه نظيفه. هلا. ايوه جايين حالا. في يا راتب؟ بيبلغوني ان كل الموزعين وصلوا في انتظار سعادتك يا جابر بيه. راتب انت جنان؟ كان نفسي اقعد معاكم بس عندي اجتماع مهم جدا جدا المره الجايه. دكتوره يلا. طبعا جابر بيه. دكتوره سالي انا عايز افهم في ايه بالظبط. شوف يا نصار، انت قلت لي مره كلمه وانا مقتنعه بيها جدا. قلت لي ان الواحد لازم يشوف مصلحته فين ومع مين. اظن كده الصوره وضحت. وانت اكتشفت انت والجماعه اللي بره ان مصلحتكم مع الحقير العرباوي ده. سلافي مستر نصار، سلافي. هعديها دي. باي باي. باي باي يا بهوات. جابر بيه ابو شامه اللي كلنا من هنا ورايح هنشتغل تحت امره. ببساطه جابر بيه ابو شامه هو البيج بوس العقرب. حد منكم شاف العقرب وهو بيقتل؟ انا شفت. وعلى راي المثل العقرب قرصته بالقبر. يعني اللي يفكر منكم يغدر او يخون حقتله. احنا كده متفقين. بس على الله يا جابر بيه، نفضل متفقين على كده؟ مش كل مرة نغير باتفاق جديد. وراتب بيه عارف انا قصدي ايه. انا كلمتي عهد، عمري ما ارجع فيها. اشوف وشكم خير. حلوة حكاية العقرب. هشوفك امتى؟ بكرة هعدي عليك ونخلص. وانا متأكدة انك قد كلمتك. جابر بيه، انا كنت مجنون من اللي اتعامل معايا، بس بعد اللي حصل ده حسيت ان انت خدت بطاري وطار كل الرجاله اللي ظلموا مراد الزيات. قول لي يا معلم ماسي. صح يا معلم مصلحي، كده الواحد ناره بردت. ربنا يخليك لينا يا جابر بيه. راتب امرني. قاسم ومصلحي ياخدوا البضاعه اقل بربع الثمن لحد ما يعوضوا خساره العمليه اللي فاتت. تشكر يا باشا. متشكرين يا باشا. الو. ايه يا جبور، كله تمام وميت فل وعشرة. استلمتوا؟ اه، وبنحملها في عربية شلح دلوقتي وجايين بيها على مصر. برافو عليك يا سعيد، برافو. المهم انت عملت ايه؟ كله تمام. لقيت موزعين؟ بكرة هقولك على كل حاجة. مع السلامة يا جابر. مع السلامة. استلموا البضاعة ونازلين على مصر. برافو جابر، برافو. انت من النهارده الراجل بتاعنا في مصر. يابا يابا يا ناس، حرام عليكم اللي بتعملوه ده. ده راجل كبير مش حملكم. اخرس يا اموره. قول لي بقى يا عم الطربي، البضاعه فين؟ بضاعه؟ بضاعه ايه؟ البودره، الهيروين. بودره؟ بودره ايه؟ هنا مفيش غير ميتين. ميتين؟ ماشي يا حبيبي. طب ايه رايك بقى، انا هجيب لك من الاخر، انا هموتك.
وارميك هنا في القرافه كلاب القرافه تاكل جدتك. انا مش عارف انت بتتكلم على ايه. ماشي هتعرف دلوقتي بنتكلم على ايه يا روح امك لما الاثنين دول اصلتهم على بنتك، وهتشوف هيحصل فيه ايه قدامك. خلاص فين المضرب؟ جرير سعيد خليه بالك دايما بالمصيبه اللي احنا فيها دي. اجري بسرعه يا بنتي اجري. مصيبة وخراب بيوت مستعجل. طبعا عارف مين اللي عمل كده. انا حذرتك، قلت لك ان حاجه زي دي ممكن تحصل، قلت لك ان الناس دول لا يمكن هيسيبوك تشتغل في حالك. اللي زي رياض ونصار دول عاملين زي الجمال، يحوشوا يحوشوا وفي الاخر لا ينسوا ولا يسكتوا. نجمة ده جابك، انا معاك يا صاحبي ورحمه ابويا ورحمة أبويا. لا فصل بيدي لي فصل. إهمال جسيم يا جابر، كان لازم تكون أحرص من كده شوية، وأنا سبق وحذرتك. أنا مش هسيب حق، ورياض ونصار هدفعهم التمن غالي، بس أفوق الأول. وانت فاهم انك هتفوق بالسهولة دي من اللي حصل لك؟ انا عارف انه صعب، بس ما فيش حاجة مستحيلة، عشان كده طلبت قبلك. انت غلطت، غلطت غلطة كبيرة يا جابر. ايوه اهملت وسكنت القصور واتجوزت البنت اللي بتحبها وغرقت في العسل ونسيت تأمن نفسك، وشغلنا مش كده خالص يا جابر. عندك اقتراح محدد؟ عايز بضاعة جديدة. مش لما تسدد تمن البضاعة القديمة في الأول؟ أسدد نص القديم من مكسب الجديد، والنص التاني هتتحمله أنت. أنت بتخرب بتقول إيه؟ أنت اللي خدت البضاعة وأنت اللي ضيعتها وأنت اللي لازم تدفع تمنها بالكامل. لا 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 يا دون شمين، ما تنساش إحنا شركة، يعني شركة في المكسب والخسارة. لا احنا مش شركة يا جابر ابدا، كل واحد مننا ليه دور محدد. احنا علينا نسلمك البضاعة وانت عليك تدفع تمنها. يعني
يعني لما تدفع ثمن البضاعة القديمة نبقى نتكلم في أي بضاعة جاية بعد كده. بس أنا معي الفلوس دلوقتي وانت عارف. مش مشكلتنا يا جابر، وبعدين ما أنت عندك فيلا وعربيات وأملاك، تقدر تبيع أي حاجة وتتصرف. لو فاكر إني هديك اللي وراي واللي قدامي واستنى لما تحب انك هتدخل جرام واحد لمصر من غيري برضه تبقى غلطه. قصدك ايه ده؟ خيوط اللعبه كلها هنا في ايدي، راتب والموزعين، طريقه الاستلام والتسليم، الدكتوره سالي، تليفون واحد وطياره. مصلحتك تبقى معايا، لان بتاعتك هتفضل هنا، مش هتدخل مصر الا على جثتي، فاهم؟ مش ده جابر اللي انا اعرفه؟ انت العقرب. ايوه العقرب، العقرب عرصته والقبر. انت بتهددني يا جابر؟ لا، انا بنصحك يا اما تتعامل معايا بالشروط اللي انا، يا اما المقابله انتهت. ارام وصل مستر جابر للعربيه ترجعه للمكان. عارف طريق لون شمال؟ فكر كويس، العقرب لما يتحاول بالخطر ما تفرقش معاه يموت نفسه، بس قبل ما يموت نفسه يموت اللي حواليه. فكر. أرام. ياس دون شمير، اتصل لي بالدكتورة سالي في مصر حالا. اوكي، تحت امرك دون شمال. سالي، اتصلي برياض ونصار وخليهم يجوا لي في اقرب وقت، وانت تعالي معاهم. امرك دون شمال. سعيد واشجان، مش قادر اصدق. لا يا اخويا صدق، نقبك طلع على شونة، ده ما تحكش عليه هي وبس. لا يا حبيبي، ده ضحك على ام جابر كمان. بس جابر عمره ما هيوافق على حاجه زي دي. ويا يا اخويا، انا جرجرت اشجان في الكلام وعرفت منها ان جابر هو اللي واقف في الموضوع. يا حبيبي، الزن على الودان امر من السحر، وفي الاخر جابر مش هيقدر يقف قدام اخته ولا امه، هيضعف وهيحن وهيوافق، وفي الاخر هيديك بومبا. ما انا عارفاه مع العواطيه. قصدك ايه؟ قصدك ان جابر ممكن يوافق ان سعيد يتجوز اشجان؟ وليه لا؟ يحصل في الاول زعل وخصام، وبعد كده يحصل صلح، والست اشجان تتجوز الاستاذ سعيد ويجيبوا عيال صبيان وبنات، وانت تطلع يا حبيبي بلا حمص بلا حب بلا جواز، كتك واكسه على جثتي. انا لا يمكن اسمح بحاجه زي دي تحصل. تعالى بس هنا، انت رايح فين؟ هخلص عليه، هخلص عليه. ايه، ما لقيتوش؟ راح على الشقه الجديده. اقتله واقتلها. انت اتجننت؟ عايز تودي روحك في داهية؟ عايزاني اشوف القرف اللي بيحصل ده واسكت. يا ابني افهم، جابر لسه ما يعرفش ان سعيد غدر بيه وانه بيخونه مع اخته، لكن لو عرف ساعتها بقى، ساعتها جابر هيولعها نار ويخسف بسعيد سبع ارض. اسم الله عليك، هتبقى انت اللي هتحب، هتبقى فرخه بكشك، وحياتك هتبقى هنا مع جابر واشجان. فكر كويس يا حنف واحسبها صح، بدل ما تودي روحك في داهية على الفاضي. قبل ما نتكلم في حاجة لازم تعرفها. 有一些东西是重要的，我要告诉你。
كل الموزعين اللي في مصر تحت ايدي، يعني مفيش جرام واحد هيدخل البلد الا بامري. ولو كان لسه عندكم امل في رياض زياد، في رياض زياد بح بخ فينش مات انسوه. عشان اكون امين معاكم، انا لسه في عرض ما بيني وما بين الدون شامير، هو بفكر فيه. لو وافق قبل ما تردوا عليا حلال عليه، ولو انتوا وافقتوا حلال عليكم. بس في العملية دي، لأنها هتكون العملية الأولى بيني وبينكم، عايز شوية تسهيلات، وبعد كده كله كاش. قلتوا إيه؟ أوكي أوكي. جابر عايزني في ايه يا سعيد؟ انا اسمع، بالنسبة للموضوع اللي كان بينا انساه يا صاحبي. ما اكيد اكيد زنق لك مزة هنا ولا هنا، اكيد يا فين. ازاي 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 ما تفهمش غلط يا جابر، انا فاهمك. ازاي جوزها؟ ايوه
أشجان وسعيد اتجوزوا امبارح، كانوا مستنيينك لما تيجي مسافر عشان يقولوا لك ويفرحوك. جبنا قتل سعيد، جبنا قتل سعيد. يا مصيبتي يا ما يا مصيبتي قتلت سعيد يا جابر، قتلت سعيد يا جابر. ليه كده يا ابني، ليه كده يا ابني؟